بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة الحقيقة شرفت أنا والوفد المصري المرافق بلقاء فخامة الرئيس ميشيل عون رئيس الجمهورية اللبنانية، وده شرف الحقيقة كبير جدا جدا جدا، وقد نقلت لفخامته تحيات وتقدير فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لجهود سيادته، وتأكدنا على دعم مصر الكامل للبنان بلدنا الشقيق وعروبة لبنان. والحقيقة يعني سيادة الرئيس يعني تفضل بالحديث على العلاقات، أهمية العلاقات التاريخية والروابط الكبيرة جدا التي تربط مصر ولبنان منذ يعني القدم، ويعني التقارب الشديد في كل الأفكار والآراء والمواقف السياسية بين البلدين، وطلب مني أن أنقل تحيات فخامته إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. ويمكن تكلمنا بصفة عامة عن نتائج الزيارة التي أقوم بها، وأحط سيادته بالموضوعات التي تم مناقشتها ما بين الجانبين، ما بين الحكومتين برئاسة الرئيس الحريري. والحقيقة إن شاء الله النهاردة بإذن الله في المساء سنقوم بعقد اللجنة العليا المشتركة وتوقيع العديد من مذكرات التفاهم بإذن الله في مجالات عديدة على رأسها الطاقة والاتصالات وتبادل الخبرات، وأيضا في موضوع القوى العاملة. شكرا لحضرتك.